كنيسة افرحي جاي المسيح واسهاري نواري بالمصابيح والمسيح بالفرح دوم التسبيح والمسيح عالساحة جاي لينا يا كنيسة افرحي جاي المسيح واسهاري نواري بالمصابيح والمسيح بالفرح دوم التسبيح والمسيح عالساحة جاي لينا أرضينا في أواخر الأيام والعلامات بتخبر قبل الكلام والمكتوب نوره يمشي في الظلام والمسيح قال وما خب علينا يا كنيسة افرحي جاي المسيح وسرري نوري بالمصابيح والمسيح بالفرح دوم التسبيح والمسيح عالساحة جاي والأجساد نورانية هنلبسها والأكلين قدام عرشه نطرحها والمسيح مجدوها يملى عنانا افرحي جاي المسيح وصغاري نواري بالمصابيح والبسيح بالفرح طوب التسبيح والمسيح عالساحة بغيري نعيش له وقلوبنا في السماء كل يوم بمجيئه يقربنا والغربة لسه ما بتشوقنا والمسيح هو كل ما لينا يا كنيسة افرحي جاي المسيح وزهري نوري بالمصابيح والبسيح بالفرح طوب التسبيح والمسيح عالساحة بجاي نسمع يا كنيسة نوري بالمصر والمسيح بالفرح طوب التسبيح والمسيح تاني تاني عالساحة بجاي لنا يا كنيسة افرحي جاي المسيح نوري بالمصابيح والمسيح بالفرح طوب التسبيح والمسيح عالساحة جاي لينا ربي يبارككم بركات عليكم في اسم المسيح. نحن في هذا المساء نفرح ونقول المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام. ومع القديس نرسيس شنورالي هذا القديس الأرمني الكبير الذي قال افرحي وابتهجي أيتها الكنيسة أراخ لير سوربي جغتسي. لماذا نفرح؟ لأننا كلنا إخوة وكلنا لمسيح واحد. نحن في هذا المساء أحبائي تبدأ مسيرتنا مع المسيح يسوع وتبدأ احتفالاتنا بالآلام، ولكن الألم ليس هو نهاية المسيحي. المسيحي تبدأ حياته بالألم والقيامة، والقيامة هي التي تقودنا إلى الحياة الأبدية. نصلي في هذا المساء أحبائي أيضاً من أجل بعضنا البعض، من أجل أن تكون كنائسنا واحدة جامعة مقدسة رسولية، من أجل السلام في العالم. ونرفع صلاتنا خصوصاً من أجل رئيس البلاد لكي يرافقه رب السلام في رحلته ليضع السلام في العالم وحداً للإرهاب، ويكون هناك سلاماً عادلاً ومحبة مشعة إلى جميع الناس والشعوب.